Radu Interwisual. Tadi bendara Sultan Pak Hasanuddin Jambi, insya Allah
jam 8 pagi ini akan berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Mohon doanya selalu, semoga usaha kami ada hasilnya dan semoga kami ada rezekinya di MNC TV nanti. Mohon doa dan dukungannya selalu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والناشئات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها
والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Hormat, kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Silahkan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi, kami tetap berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan Anda agar tidak ada yang tertinggal. Perlu kami sampaikan sebagai salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan, setelah pintu pesawat dibuka dan sarana garbarata atau tangga telah tersedia, maka kami akan mengatur alur penurunan tamu yang hendak turun dari pesawat. Kami akan mempersilahkan penumpang pada 5 baris kursi pertama, kemudian diikuti dengan tamu pada 5 baris kursi berikutnya dan seterusnya. Kami juga menghimbau kepada seluruh tamu lainnya untuk tidak mengambil bagasi terlebih dahulu pada tempat bagasi di atas, hingga tiba urutan sesuai dengan alur yang telah kami tentukan. Dan mohon untuk tetap menjaga jarak dengan tamu lainnya pada saat hendak turun dari pesawat. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. Para penumpang transit yang akan melanjutkan penerbangan, Anda kami persilahkan untuk turun ke gedung terminal dengan membawa seluruh barang-barang kabin Anda. Terima kasih. Dear guests, we have just landed at Soekarno-Hatta, the International Airport in Tangerang, Banten. Please remain seated and fasten your seatbelt until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention when opening the luggage bins as some items may fall out. And before disembarking, please check your personal belongings so there's nothing left behind. We need to inform you as one of health protocol implementation. After the aircraft door is open and your bridge or stairs are available, we'll arrange the flow of passengers to the baggage. We'll invite passengers to the first 5 rows of seats, follow the guests in the next 5 rows of seats, and so on. We also urge land air guests not to take the luggage in the luggage bins above you until the third arrives in accordance with the plan that we have arranged. And please keep a distance from other passengers when disembarked. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Lion Air. Attention, please, to transit passengers are kindly request to the transit lounge with your personal belongings. Sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta pada tepatnya pada waktu jam 9.20 Indonesia bagian barat. Sama di saya, rekan saya Nabila. Mohon doanya semoga usaha kami di Indonesia TV ada rezekinya di sana. Amin. Nah, alhamdulillah Adik Ayu
adik saya Ayu sudah dijemput sama mobilnya RCTI Plus. Ini menuju ke gedung MNCTV.